توجد المقولة اللي تقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فحب الوطن من أهم الأشياء اللي لازم نغرسها في نفوس أبنائنا، بداية من غرس المحبة للأرض اللي يعيشون عليها، وصولا إلى حبهم للعلم اللي يعبر عن لون وروح هذا الوطن. فالألوان بالنسبة للأطفال حياة، وألوان العلم الإماراتي يمثل الكثير لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة. فسعادة الأطفال بيوم العلم الإماراتي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وحدة، نفس الحب للعلم، نفس الفرحة والبهجة بهذا اليوم، البهجة اللي ما بتشوفها في أي دولة ثانية تجمع تحت علمها أطفال من جنسيات لا تعد ولا تحصى، والكل سعيد بيوم العلم الإماراتي. فإذا كانت الدول تختار ألوان أعلامها بمعاني معينة، فعند الأطفال المعاني ما تختلف بل تزيد حباً، الحب اللي يكون من دون شرط، وهذا اللي نشوفه متجسد في يوم العلم.